مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، احييكم اينما تكونوا واينما تحلوا. ثورة العراق الشبابية اللي اندلعت منذ سنة ونص أو أكثر أو أقل أكلت خيرة شباب العراقي الواعي، قتل وتهجير وسجون لكل من رفع صوته ضد عصابة المنطقة الغبراء ومعممي إيران وكل ذيولها وميليشياتها. أخويا وأختي العراقية، هذا فيديو قصير يلخص معممي العراق اللي نهبوك ونهبوا العراق باسم الدين والمذهب. ولكي لا يخرج علينا أحد ويقول أنت ضد الشيعة أو كذا، أرجع وأقول أخواننا وأهلنا الشيعة، ودائما الثورات العراقية على مدار التاريخ تنطلق من جنوب ووسط العراق. هذول شلة ثانية من قتلت ومجرمي العراق. من يتاجر باسم المقاومة أو يسمي نفسه مقاوم من ذيول إيران ما قاوم في حياته إلا في قطع رؤوس العراقيين الأبرياء، ومنهم هذا اللي يسمي نفسه زعيم عصابة عصائب أهل الباطل. ثورة العراق ثورة عراقية بحتة، وهذول
عصابات الخضراء اللي سموكم أولاد السفارات وأولاد الرفيقات وأولاد ما أعرف شنو، بسبب عقدة النقص المتواجدة في أنفسهم وخيانتهم للبلد يتصورون كل عراقي شريف وخرج بكلمة الحق ضد الباطل وضد نهب وسرقة وقتل العراقيين، يعتبروه مدعوم من سفارات مثل ما جابتهم الدبابة الأمريكية الإيرانية. يتخيلون كل واحد يوقف بوجه الباطل هو عميل. هذول الناس أخذوها بالقوة والعراق ما يرجع بشيء اسمه سلمية. هذه آخر فرصة لكم يا العراقيين لتطهير هذا البلد وإعادته إلى أصله، عراق الحضارة والتاريخ والمستقبل. واجعلوا كل هذول الدول اللي مسمات عربية أو إسلامية وخليجية اللي تكالبت على خراب هذا البلد يرجعون يرجفون من شيء اسمه العراق العظيم. حي الله أبطال العراق، نساء ورجال وشيوخ وأطفال وكل من اسمه عراقي بعيد عن الطائفة أو الدين أو المذهب. تحياتي للجميع. انطبقت على فلان وفلان وفلان، اختاروهم ذولا. أعلن رئيس أمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بصورة علنية. الله شهادة للتاريخ، سليماني دافع عن العراق. والله ما أعرف الحكومة إيش قد تمتلك معلومات، يا حكومة. أي الأخوة، أكثر من 5000 انتحاري جاءنا من سوريا. أنا أقول لأهل الناس، لن تشغلنا لا انتخابات ولا نتائج انتخابات ولا هم هذا الوقت. السنة يهتمون بقانون العدل، لأن عندهم عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء والمسلمين.